وللحديث أكثر حول تدشين ولي العهد للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك ينضم معي هاتفيا المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين. مساء الخير دكتور علي، بداية حدثنا حول تدشين ولي العهد لسبارك والتي تأتي في منطقة حيوية، خصوصا أن بداخلها تقريبا 5 مناطق تستثمر وتستثمر أيضا في صناعة الطاقة. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. نحن الحقيقة إذا مرحلة تاريخية حاسمة ليس في تاريخ المنطقة، بل ربما في صناعة التطور الاقتصادي والحدث الاقتصادي العالميا. كما تعلمون أن صناعة النفط هي مطلب اقتصادي حيوي هام للعالم جميعا، وأي تطور في هذه الصناعة وفي هذا السوق يمس مستقبل نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام. تأتي مرحلة إطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك كتلبية لخلق منصة استثمارية عالمية ترعى تقديم كافة تطلعات واحتياجات شركات النفط على الصعيد المحلي والعالمي، وهي تعتبر المرة الأولى التي تطلق فيها حلم مدينة صناعة الطاقة على الصعيد العالمي. المملكة احتضنت هذا المشروع عبر أرامكو التي تعتبر رائدة صناعة النفط وعملاق صناعة النفط عالميا. اليوم أرامكو تقدم هذه المبادرة كما قلتم في تقريركم السابق لتلبية متطلبات اكتفاء، أي أنه هم يحققون عدة متطلبات عبر إطلاق هذه المبادرة. بإطلاق هذه المدينة في ربوع في قلب منطقة الصناعة العالمية في المنطقة الشرقية بين مدينة الأحساء والدمام، حيث تتوافر مجموعة متطلبات هامة وحيوية ليس فقط عبر كونها في أغنى منطقة نفط في العالم، بل باحتضان المنطقة الشرقية التي تعتبر خزان بشري حيوي هام لتلبية شغل هذه المدينة عبر كوادر سعودية، كذلك بتوافر بيئة تحتية مجهزة بشكل جيد، شبكة طرق وسكك حديدية وموانئ ومطارات. أي أنه نحن خدمات متكاملة. نعم، خدمات متكاملة لتلبية متطلبات هذه المدينة. نعم، لكن دكتور بحديثنا حول الاكتفاء، كيف ستؤثر هذه المدينة على وسيكون تأثيرها على الناتج المحلي تحديدا؟ الواقع أنه يتوقع أن تكون القيمة المضافة الاقتصادية لهذه المدينة قرابة 22.5 مليار ريال، أي أنه نحن إزاء مشروع ينتظر منه الكثير للنهوض بأداء الاقتصاد الوطني، سيكون حافز مهم عبر عدة شبكة عبر عدة مراحل شبكية متداخلة، سيعزز أداء الاقتصاد الوطني بشكل مباشر عبر جذب استثمارات أجنبية، بشكل مباشر عبر خلق وظائف مباشرة، بشكل مباشر عبر دعم مجموعة كبيرة من المنشآت الصناعية الوطنية والمنشآت الخدمية الوطنية، وأيضا بشكل غير مباشر عبر توليد دائرة تدفق إيرادات كبيرة نقدية وتحويلات مالية وعمليات خدمية، بالتالي سيكون لخلق وإطلاق هذا المشروع امداد حيوي هام لدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل قوي إن شاء الله. جيد، لكن بحديثك دكتور حول جذب الاستثمارات الصناعية، كيف سيفعل عامل التوطين في هذه الاستثمارات؟ بطريقتين الحقيقة. أولا سيكون هناك استثمار محلي مباشر من قبل مثلا شركة أرامكو أو من قبل المستثمرين السعوديين الآخرين، سواء على مستوى شركات النفط أو على مستوى رجال الأعمال والشركات التي تعمل في قطاع صناعة النفط وخدمات النفط، أو بشكل غير مباشر عبر شركات النفط العالمية التي يهمها أن تتواجد في هذه المدينة بافتتاح فروع لها، سواء من الشركات الموجودة في السعودية، من الشركات الأمريكية الموجودة في السعودية، أو من الشركات الأوروبية الموجودة حاليا، أو من الشركات التي ستأتي لافتتاح فروع لها لكي تكون لها موضع قدم في هذه المدينة، مدينة النفط العالمية. وأيضا هذه الشركات سواء السعودية أو الأجنبية ستعمل على
توظيف السعوديين، وبالتالي سيستفيد المواطن السعودي من توافر كم إن شاء الله كبير من الفرص الوظيفية التي ستتاح له عبر هذه المدينة. جيد، الدكتور علي بوخمسين المستشار الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معي هاتفيا.